ما قبل السابع من أكتوبر ليس كما بعده. بمعنى آخر، نجحت الحرب خلال أشهر بتحقيق جزء مما كان يطمح إليه حزب الله في الداخل اللبناني على مدى سنوات، كسب العطف السني. التحول في المزاج السني تفصيلاً يجدر التوقف عنده، بما فيه من مواقف مؤيدة للحزب صادرة عن قيادات وشخصيات سياسية سنية، والتفاف خطباء المساجد حول المقاومة كان آخرها رسالة وجهها المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قائلاً: نحن جندك وطوع أمرك، امض بنا فنحن نصرك الآتي وسلاحك الأوفى. هناك فرق كبير جداً ما بين تأييد الشارع الإسلامي السني في لبنان والمنطقة العربية مع فلسطين وقضية فلسطين، والموقف من المشروع الإيراني في المنطقة. علينا أن لا نخلط بين احتضاننا كمسلمين للقضية الفلسطينية ولعدالة القضية الفلسطينية ولحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على أرضهم وعاصمتها القدس الشريف، وبين الموقف من المشروع الإيراني الموجود الآن في المنطقة العربية. أما ما يقوله هذا وذاك من المسلمين، فعلينا أولا أن نعرف من هذا الرجل، من هذا الشخص الذي قال سر بنا إلى ما تريد، وعلينا أن ندرك خلفية هذا الشخص، ولا نريد أن ندخل بالأسماء، ما يعبر عنه المسلمين في لبنان. لديهم مرجعية سياسية ومرجعية دينية معروفة وعنوانها معروف، ولا يعبر عن الموقف الإسلامي لأهل السنة والجماعة في لبنان هذا أو ذاك من الناس القريبين من المشروع الإيراني أو البعيدين عن المشروع الإيراني. وعلى الرأي العام العربي واللبناني والإسلامي والمسيحي أن يميز تماما بين احتضاننا للقضية الفلسطينية وبين محبتنا لفلسطين وبين جهادنا لتحرير فلسطين وبين موقفنا الرافض للمشروع الإيراني في المنطقة، كما هو رافض للمشروع الصهيوني في المنطقة العربية. هذا الرأي يثبت التباين داخل المكون السني حتى على مستوى علماء الدين، لا سيما مع غياب القيادة السياسية السنية الفاعلة. يعني يحصل هنالك تعاطف في الشارع السني كما يسمى في التصانيف اللبنانية مع المقاومة، بل هو الذي حصل هو أقل مما نتوقع، أقل مما نريد، وأقل مما سيحصل إن شاء الله تعالى. هذه خطوة لا بد منها. المهم نستطيع أن نقول أن الشارع السني بدأ ينتصر على المؤامرة التي أنفق عليها مليارات كما ظهر في ويكيليكس وفي غيرها. المادة المذهبية، الفتنة المذهبية أقوى سلاح بيد الصهاينة، وقد تغذى من الأحداث، من استشهاد الرئيس الحريري، من أحداث سورية، من ظهور الدواعش إلى آخره. وكان في كل محطة من هذه المحطات تزداد الفتنة بمؤامرة وبجهد إسرائيلي صهيوني أمريكي عربي رجعي يعرفه الجميع، وواضح يعني أعرب عن جزء منه وزير الخارجية القطري الأسبق. الآن بدأ الشارع هذا يستعيد هويته الحقيقية ويسير في الطريق الطبيعي، ونحن نقول أن هذا أول الطريق. قيادي سني رفض الإفصاح عن اسمه يوازي في تعليق عبر سباتشات بين العدو الإسرائيلي والإيراني، حيث يعتبر أن العدو الأول للسنة هو الإسرائيلي، أما الثاني فالإيراني، ويقول: نحن مع القضية الفلسطينية طبعاً، ولكن ذلك لا يعني أن نرتمي بحضن إيران، لأنها لا تقاتل لأجل فلسطين بل لأجل نفوذها في المنطقة. ويضيف:
العصب السني لا علاقة له بحزب الله ولا إيران، وما قتلوه من السنة ليس أقل مما قتله الإسرائيلي من السنة، وبالتالي لا نثق بهم. وحزب الله الذي قتل رفيق الحريري وسام الحسن وسام عيدو وأهل سوريا والعراق لا يؤتمن جانبه أبداً. والسؤال اليوم موجه لكم مشاهدين من الطائفة السنية، هل أنتم من البيئة الحاضنة للمقاومة أم تختلفون معها من منطلق مبدئي؟ شاركونا تعليقاتكم.